السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير. اليوم جيت باش نوريكم الطريقة اللي تفصلوا بها هاد لاغوب. كاين زوج طرق. أول طريقة إنه الجزء العلوي والجزء السفلي يكونوا منفصلين، هاد الطريقة. وكاين طريقة أخرى اللي يكون فيها الجزء العلوي والجزء السفلي متصل. هاد الموديل يصلح في كريب باربي، يصلح في كريب برادا، يصلح في كريب ميلكا، يصلح ايضا في ساتان. يعني خيري الحاجه اللي تناسبك وتعجبك وديريها. كميه القماش اللي نحتاجوها باش نفصلوا هذا الموديل هي كاين زوج طرق، وكل طريقه عندها واش نقدر نفصلوا بها. اذا كنتي راح تفصليها الجزء العلوي والجزء السفلي منفصلين، هذه واحده، وتكوني حابه انه الجزء السفلي يكون لارج يعني عريض ياسر كما تحبوه، لازمك تخدمي بثلاث مترات ونص. ثلاث مترات ونص راح تقدري تخيطي بها لاغوب تاعك كيما تحبي، ما تكونش شحيحه، تخيطيها آلاز. اذا النص متر هي اللي نخدمو بها الاكمام، وثلاث مترات هي نخدمو بها الجزء العلوي والجزء السفلي. اول حاجه نفصلوا الجزء السفلي هو الاول، ومن بعد القماش اللي يفضلنا هذاك هو الباقي اللي نفصلوا به الجزء العلوي، لانه راح يبقى لنا قماش. اما الموديل الثاني اللي يكونوا ماهوش منفصلين، فتقدري تتحكمي في القماش. اذا كنتي حبتها عريضه ياسر راح تهزلك قماش، اما اذا كنتي حبتها عادي فديري ايفازمون وديري الداخل في الخارج، يعني الخلف والامام يكونوا متقابلين، وديري لي فازمون تاعك. نبداو على بركه الله. اول حاجه نكونوا موجدين باترون دو باز تاعنا بالقياسات المضبوطه، ما نزيدو حاجه ما نقصو حاجه. نرسمو الباترون تاعنا في ورقه واحده اخرى. بعد ما الباترون دو باز تاعنا يكون فيه عرض الكتفين، يكون فيه محيط الصدر، ويكون فيه محيط الخصر، ويكون فيه محيط الاوراك، هذه لازمه باش نديرو التعديلات. في هذه الطريقه اللي قلت راح نديرها الا المبتدئين، راح نخدم بلا بينس دو تاي فقط، هي اللي راح نخدم بها. الطول المناسب لهذا النوع من لي غوب انا نفضل انها تكون ما تكونش تخو لون، لا ما تجيش باهيه. لازمنا واش نديروها مع الكعبه تماما ولا فوقها شوي، جوغ ديري ثلاث صباع فوق الكعبه. والان نعينو لا بينس دو تاي. لا بينس دو تاي تاعنا هي نعينوها المسافه ما بين الحلمتين. مسافة ما بين الحلمتين نقسموها على اثنين ونديرو هذيك، هي نقولو لها ليكارتمون دو بواترين، هي المسافة ما بين الحلمتين. نعينو لابينس دو تاي تاعنا. لابينس دو تاي تاعنا هي تكون فيها 3 سنتيمتر، واحد ونصف منا وواحد ونصف من هي. ومن بعد نعوضوها، درنا واحد ونصف منا وواحد ونصف منا، نخرجو في الخط هذاك اللي راكم قاعدين تشوفوا فيه تاع محيط الخاصر، نخرجوا بثلاثة سنتيمتر. صح راح ندوها، بصح لازمنا نخلفوها، مش راح تدي ثلاثة ومن بعد ما نعوضوهاش، لازم نعوضوها كما راكم تشوفوا هنا كنا عوضناها. والان مش راح نديرو، نروحوا نخرجوا بان سنتيمتر منا كيما راكم تشوفوا وين علمتها، في شفتوا الخط هذاك تاع محيط الصدر هذاك وين راني مدايره انايا الخط هذاك اللي عيناه، اللي هو المسافه ما بين الحلمتين. نخرجوا يمينه بواحد ونص ويساره بواحد الى واحد ونص. اذا كانت المراه مليانه ديروا لها واحد، واذا كانت المراه ماهيش مليانه ديروا لها واحد ونص، لانه من بعد كي نفصلوا الباترون تاعنا ونفصلوا لا غوب، اذا ما درناش اذا ما نقصناش فيها هذا الواحد ونص وواحد ونص ولا واحد واحد،
راح تجينا شتو الجهة تاع الرقبة نتاعنا راح تجي عريضة، ما تجيش محكومة جوست جوست، لا ثم لازمنا نديرو هاد الطريقة. ومن بعد نفصلو الباترون تاعنا، يكون عندنا بارتي ا وبارتي بي. كيما راكم تشوفوا نحو هذيك الواحد ونص تاع لابانس، ونحو هذا ونزيدو نحو هذاك الواحد واحد ولا واحد ونص واحد ونص نتاع اللي نحيناهم من جهة محيط الصدر اللي فهمتكم فيه باش تجي الرقبة مليحة. هكا نتحصلوا على جزئين، جزء ألف وجزء باء كيما راكم تشوفوا. من بعد هذه الطريقة اللي رانا نشرح لكم فيها هي طريقة الداخل في الخارج في الفصالة، لأنه ما درت لكمش طريقة تاع الباء اللي يجي مفصول على اللو. هالوغ كيفاش نديرو؟ نجيبو القماش نتاعنا نطووه على اثنين، وهاد الطريقة اللي راني ندير فيها درك ماهيش تاع الداخل في الخارج. الداخل في الخارج حاجة واحدة أخرى نورمالمون الجميع راهو على بالو فيها كيفاش يفصلها. تجيبي باترون تاعك تاع الأمامي وتجيبي باترون الخلفي وتعكسيهم، ديري وحدة الراس تاعها من الفوق والتحتاني تاعها او باين كيفاش يجي، وحده زيدي تعكسيها باش تقدري تدي لي فازمون المطلوبه. اما انا كيفاش راني نوريك، راني نوريك في طريقه كيفاش تهزي الباترون، كيفاش تمودي في فقط ماهيش داخل في الخارج. تهزي الباترون تاعك، الباترون الامامي اللي هو راح يكون فيه جزئين، جزء الف وجزء باء، نحطو الجزء الف ونعلمو الزيادة. زيادة هي نقول لك إذا كنت مبتدئة ياسر ديري واحد ونص باش تساعدك، أما إذا كنت متقدمة شوي تقدري تخدمي بأن سنتيمتر تكفيك كزيادة تاع أحق الخياطة. تزيدي تجيبي الطول أيضا، الطول اللي راكي حباته ديريه، ومن بعد تهزي الجزء با تحطيه. شفتوا لازم شفت المحيط الخصر، شفتوا كيفاش راني علمت هذه النقطه تاع محيط الخصر. الخط تاع محيط الخصر تاع الجزء الالف وجزء باء لازم نعلمو هذا الخط باش كي نجو نلصقوا القماش نتاعنا ما نتبحروش، ما نوقعوش في مشكل انه يجيك جهه اكثر من جهه. لا لازمك تعلمي ديري خط بيناتهم وتعلمي ما في القماش ديري، وتعلمي الطول تاعك ايضا وديري زياده في الخياطه. في الجوانب ديري 2 سنتيمتر الى 3 سنتيمتر، وانا ننصحك 2 سنتيمتر كفايه. وحق الخياطه هذيك اللي تلصق الجزء الف مع الجزء با تكون حق الخياطة فيها يكون 1 سنتيمتر إلى 1.5. نصيحة راح ننصحها لك، البروكار جامي تفصليه قبل ما تحدديه، لازمك تحديه. على واش تحديه؟ لأن البروكار من تحديه راح يشرب، هو والسفيفة والكوردو، هذو ثلاث حوايج جامي تستخدميهم قبل ما تحديهم، ولازم تحديهم بمكواة البخار. على واش مكواة البخار؟ لأنه يشربوا، ومن يشربوا راح تتحصلي على النتيجة النهائية. لأنه لو كان تفصليه قبل ما تحدديه ومن بعد تخيطي وتحدي، تأكدي أنه تتكمش لك وتكون كارثة. ومن بعد نقص الباترون تاعنا نتحصلوا على جزئين كيما حكينا عليهم، نحاولوا انه نجمعوا بيناتهم حتى ولو على ورق باش نشوفوا يعني ابوبخي اسكو رانا صحاح. كيما راكم تشوفوا، شوفوا كيفاش نحطوا البارتي ا مع البارتي بي ونديروا ليكيفالون ونشوفوا اسكو سي جوست او نو. من بعد نتحصلوا على النتيجة، وما تنساوش بلي كاين فيها الخيوط هادوك، نديرو
تحبوا ديروها بسوتاش ولا تحبوا ديروها من نفس القماش، ديروا الخيوط هذوك اللي لونغات يقولوا لهم ونلصقوهم في المكان تاعهم. شوفوا الآن كيفاش الجزء A هي جزء واحد، وجزء B فيه يمين وفيه يسار. شوفوا كيفاش حطيناهم مع بعضهم هكا، نشوفوا باللي رانا ماشيين في الطريق الصحيح ولا غلطين. إذا كنا غلطين نحاولوا أن نصحوا على الورق قبل ما ننتقلوا إلى القماش، خاصة القماش خلوه آخر مرحلة. شوفوا كيفاش، شفتوا راني نعلم لكم بالسيل. هذيك هي الجهات اللي نديروا فيها لي لونغات. شوفوا كيفاش، بعد ما نديروهم نحطوا الجزء اليمنى الايمن ولا الايسر مع الجزء الف ونخيطوا. والان ننتقل الى الخلف. الخلف وش هو؟ ما كاش مسهل منه الخلف. الخلف نهزوا الباترون دو باز تاعنا نحطوه، ومن بعد كيفاش نديرو؟ نديرو لو بانس دو تاي هذا مكان، وبالطريقه اللي رانا اللي وريتها لكم اللي يكون فيها الجزء العلوي والجزء السفلي متصلين، راها لازم الظهر يجي محلول ما فيهاش حتى شك. الخياطه تجينا في الظهر، باش نديرو داخل في الخارج اوبليجي عليك ديري الخياطه في النص. وبالطريقه اللي راني وريتها لكم الجزء العلوي مع الجزء السفلي متصل، واش نحتاجو؟ نحتاجو نصف متر للاكمام، ونحتاجو من مترين الى مترين ونصف قماش هذاك اللي نديروه. كيفاش نديرو؟ نحو نصف متر الاكمام باش نفصلو بهم الاكمام، ومن بعد نطوي القماش مترين ونصف الى مترين، نطوهم في المنتصف يعني على اثنين، ومن بعد نحطو الباترون تاعنا تاع الامام عكس الباترون تاع الخلف طريقه الداخل في الخارج، ونديرو لي فازمون تاعنا. اذا كنت مبتدئه ياسر لازمك ديري الباترون كامل باش متغلطيش، واذا كنت موالفه تخيطي انا ننصحك ديري باترون يوصل حتى محيط الارداف يكفيك. حطي الامامي والخلفي ومن بعد ديري لي فازمون تاعك. لي فازمون منين تبدا يا بنات؟ اسمعوني، لي فازمون راها تبدا من محيط الخصر، من خط محيط الخصر الى الطول اللي راكي حباته. ما تجيش ديريه لي فازمون تبدا لك من محيط الارداف، لا تبدا من محيط الخصر. والان وصلنا الى اخر الفيديو، نقول لكم صحه فطوركم، كل عام.